كرسي كان هام كبير يا فندم. دي شوية نماذج يعني ايه ايه بقى تاني يا فندم؟ ده الصراع الموجود النهاردة. كل مواطن بيكلم نفسه، ده فعلا والله. انا بكلم نفسي وانت ده بتكلم فعلا نفسك، فهو ده شبه ده زي اخوه، او هو الحوار الوطني. هو ده الحوار الوطني. وفي ملفات على الجنب، وفي الناحية التانية ايه؟ قوانين قوانين. قوانين. هل احنا فعلا شو يا فندم في رأيك بنكلم نفسنا؟ احييك، يعني ده السؤال، ده المغزى، لكن احييك لانك لقطت عندك لمسة، انك بتقرا الكلام اللي يقدر يقراه طفل في المدرسة في نهاية تذوقك بالرسم. لكن لازم تقرا الرسم اولا. في ناس بتقابلوني يقولوا لي مش فاهمين النكتة. يا سيدي فكر شوية، شو دور على المغزى. هو مش عا... هو كسلان مش عاوز يفكر، عاوز يلحق يقرا الكلمة والتعليق. فده زي ما انت عملت في النهاية بالظبط. ايه تاني يا فندم؟ وهكذا. يعني مثلا دي عملتها في الاول خالص. شوف احنا هنتفرج على الرسم الاول وبعدين ما تقراش الكلمه دلوقتي. ثانية بس، واضح ان هي لسه ما ظهرتش. في ايوه، جمهرة جمهره ناس ناس في ميدان التحرير، بالظبط. وفي واحد قاعد على القهوه وبيقرا الجورنال فلقى مصر تتعرض لهزه ارضيه. ده كان حصل فعلا قبل 25 يناير. فانا برسم نفسي صغير كده ايوه، عشان خدت ما بالي. يبقاش فيه عليه اهتمام، لكن هو اللي بيدي المغزى او شكة الدبوس. ايوه، دي لازم قصدك 25 يناير. 25 يناير، يعني دي هزة أرضية يعني. صحيح، فأنت بتقول هزة تحيا وطنية. الثورة بطريقة يعني إيه، من غير صراخ، طريقة حضارية رقيقة. يعني أنا كنت أتمنى إن الناس المتظاهرين دول فيهم جزء كبير يقعدوا زي ما بنشوف الاعتصامات في أوروبا، يقعدوا يقروا من كتاب عشان الوقت ما يضيعش، يهتفوا شوية وبعدين يقدروا يقعدوا يقروا في كتب. هو احنا عايزين ناس صعبة تقعد تقرا شوية، عموما، يعني دي مش بس صعبة شوية. في الاعتصامات يعني. لسه بس يا فندم، حضرتك كنت فعلا متخيل، يعني متوقع الهزه الارضيه دي؟ فعلا متوقع ان الهزه كنت الارضيه دي متوقع ان كان ده ليها هيحصل؟ لا، كانت دي هتحصل؟ انا ده مجرد نوع من الاقتباس الاخبار والنشرة الجوية وانعكاسها على الحياة اليومية. لا، اذا كنت لا بس متوقع متوقع يعني يعني الهزه ده الارضيه، يحصل ان الثوره كلها. دي تحصل. اصل انا واخدها من كلمه كنت حضرتك زي ان انت كل الناس ما اقدرش ادعي، لكن انا كنت حاسس ان في حاجة طالعة جامدة قوي، ودي مكبوتة بقالها اكتر من 5 سنين 10 سنين وكده. يعني دي مثلا تنطبق على احداث السخنة دلوقتي، ان يعني ممكن بس حضرتك نعدلها بس يا فندم اعدل الصورة عشان نشوفها. من الكاميرا بعد إذنكم. ميدان التحرير مقسوم على 2، وده حصل فعلا. شوية بيقولوا يحيى شرف وشوية بيقولوا يسقط شرف. وفي كلمة في فوق كده مكتوبة ميدان التحرير، ثوار التحرير، ضد ميدان التحرير. فوق خالص. ميدان التحرير ضد ميدان التحرير، ميدان التحرير. وده رأيي برضو، مش لازم نقع في الحكاية دي. صح، ده انت صحيح فاهم يا فندم. ازاي؟ فخ وفخ جدا. لازم يبقى زي ما بيقولوا ايد واحدة. هنا دي دعابة برضو على رئيس الوزراء السابق، وهو صديق وإنسان جميل جدا، لكن السياسة والكاريكاتير طبعا بيختلف. فهو فده في الأهواجي، أهواجي. أهواجي دخل مجلس الوزراء أثناء الاجتماع، فبيقول له بيقول معالي الوزراء ورئيس الوزراء تشربوا شاي ولا قهوة؟ فهو رئيس الوزراء بيقول له لما أنا آخد استشارة من المجلس الأعلى. احنا يعني دي هزار اتفضل. شوية خفيفة قوي، آخر ايوه، واحدة. اخر واحدة. دي ممكن تقراها لأن الرسم ثانوي بالنسبة ده بيشرب القهوة بمزاج والتاني بيقرا الجورنال. الوزارة الجديدة فيها شيكابالا عشان عشان يجيب يجيب اجوان. اخوان. قعدنا صحنا التكوين الغامض اللي احنا لسه مش عارفينه لحد دلوقتي. بنشكر حضرتك، واحنا كمان احنا كان لنا كان لنا الشرف حظ. ان احنا نترسم احنا الاثنين. ايوه بالظبط، اهو اهو. بنشكر يعني حضرتك اعتقد جدا ان جدا يعني جدا. كل المشاهدين بيحقدوا علينا دلوقتي اكيد. بنشكر الله حضرتك جدا يا يسلمك. فندم. من ضمن دي المميزات ابسط هدية، البسيطة، ابسط هدية يعني بجد ميرسي يا والله. فندم جدا. احنا يعني شرفنا ان حضرتك تكون معانا، ودي زي ما حضرتك قلت تاني، اذا كان واجبنا احنا كاعلام ان احنا نسلط الضوء على على هذا فن الفن. كاريكاتير، لانه طبعا في مرحلة مهمة
ثوره بتمشي بالكاريكاتير كمان. يبقى هنطلب من حضرتك انك تحاول تشجع كل زي ما حضرتك قلت تلاميذك واصدقائك ان هم يكونوا معانا في نهارك سعيد، فقرات تقريبا حتى لو كانت يوميه زي ما بنعمل الصحافه كده، نعمل كمان كاريكاتير الصبح طبعاً. عشان خاطر اعتقد ان ده مهم جدا في المرحله اللي احنا مهم فيها جدا. دي. لغه جميله لغه الكاريكاتير، لما نخلي كل الشعب المصري يتكلم بالكاريكاتير، هو بيتكلم بالنكته ايوه بس احنا بنترجمها للرسم. صح. اشكرك يا فندم. شكرا يا فندم. ننتقل لفاصل نرجع سريعا تاني بقى للكلام الجامد الجامد زي ما زي الاستاذ جورج قال، الكلام الاستراتيجي. خليكم معايا. اوكي خليكم معايا.